يعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن هيئة الرؤية الشرعية ستعقد جلستها بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وذلك مساء الثلاثاء الموافق للخامس عشر من شهر مايو عام 2018، وذلك لتلقي الأنباء والشهادات حول رؤية هلال شهر رمضان المبارك من داخل البحرين، أو الأخبار من العالم الإسلامي بثبوت رؤية هلال الشهر الفضيل. لذا ترجو الهيئة ممن تكون لديه شهادة أو نبأ عن رؤية الهلال أن يسارع بالاتصال بهيئة الرؤية لإبلاغ ذلك مشكورا ومأجورا.